بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. نحن من ثوار بابا عمر، نعطي رسالة لبشار الأسد، نقول له: ما خرجنا من بابا عمر إلا منتصرين، وما خرجنا من بابا عمر إلا بإذن الله تعالى لتحرير سوريا. نحن قاومنا الجيش الأسدي في بابا عمر 28 يوما، ولله الحمد كبدناه خسائر كبيرة، ولكن من قلة الذخيرة وقلة العتاد قررنا الانسحاب من بابا عمر والانتشار في كافة سوريا بإذن الله تعالى. ونحن سوف نرد الزيارة لبشار الأسد بابا عمر، سنزوره في القصر الجمهوري إن شاء الله. تكبير الله لك. شلون لو فرقوني عنك، لك شلون لو فرقوني عنك، وبعد ما اشوفك يا حمص وانطر الدرب البعيد البعيد البعيد. والله ما افترق منك، لا ما عوفك واروح، ما عوفك واروح. والله ما افترق منك، لا يا حمص ما عوفك واروح، ما عوفك واروح. انت روحي ومن يعيش بلا يروح بلا يروح. بابا عمر بالطعم يختلف حتى الماي، وحتى الهوى يمهل يختلف والله واي. كل ليلة تسوى العمر لو قعدة واهلي وياي، كل ليلة تسوى العمر لو قعدة واهلي وياي. ومني دم الصبح محلى استقاوي الجاي. يا بابا عمر حلم ارجع لاصحابي، كل ساعة صاحب يجي ويدق علي بابي. الله عزا ماني الخان من حروتي نور مان، الله عزا ماني الخان من حروتي نور مان. ناعور بحضن العاصي غني يا محلى الرستان، ناعور بحضن العاصي غني يا محلى الرستان. الله عهد جيش الخان من المجند للعماد، الله عهد جيش الخان من المجند للعماد. والشعب السوري ما بيركع إلا إليك يا الله، والشعب السوري ما بيركع إلا إليك يا الله. الله غني
السور ما بيركع إلا إليك يا الله. والشعب السوري ما بيركع إلا إليك يا الله. كل شي من هالماضي ضل قصر الأعظم وراس التل. كل شي من هالماضي ضل قصر الأعظم وراس التل. وهاي ثورة تذكرنا جدي وجدك من زمان. وهاي الثورة تذكرنا جدي وجدك من زمان. الله عزمان الخان من حروتي ورمان. الله عزمان الخان من حروتي ورمان. شعبك ما عاد بتصلح سكينك ما عاد بتجرح. وشعبك ما عاد بتصلح وإن شاء الله بقلبه بتجرح. ويلي بيقتل شعبه خاين. وإن شاء الله بقلبه بتجرح ويلي بيقتل شعبه خاين. لك حمص العادي اذكر طيب ترفع الراس. وحمص العادية يا ناس اذكر طيب ترفع الراس. والاسد عالنبي انداس. ياللي بيقتل شعبه خاين. ومن حمص العادية فزعة. ولعيونك يا اهل درعة. وبابا عامر لبت فزعة. ياللي بيقتل شعبه خاين. وبابا عامر لبت فزعة. ياللي بيقتل شعبه خاين. وقوموا يا أهل الشام. وقوموا سقط النظام. قتل الأطفال يا حرام. ياللي بيقتل شعبه